في الجمعية العامة للأمم المتحدة روحاني يطالب واشنطن بوقف عقوباتها لفتح باب المفاوضات، وعون يحذر من تداعيات صفقة القرن على استقرار لبنان. الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين يلتقي زعيمي حزبي الليكود وكحول لبان، وتوقعات بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة. مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني التي نشرها البيت الأبيض يظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فعلا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن. اعتقال أكثر من 1000 شخص في مصر إثر تظاهرات الأسبوع الماضي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تطالب برحيله. الجبهة الثورية السودانية قررت إرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة. الرئيس الروسي يعلن أن بلاده تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة. وفي الاقتصاد، نحو 45 فندقا في تونس تأثرت من انهيار شركة توماس كوك البريطانية. أخبار ساعة من قناة A24 News، مرحبا بكم. يلتقي الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين زعيمي حزبي الليكود وكحول لبان بنيامين نتنياهو وبيني غانس، وذلك للمرة الثانية خلال يومين في محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت أنباء من داخل معسكر اليمين تقول بأن نتنياهو سيكون مستعد لحكومة تناوب. وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قد أعلنت رسميا ارتفاع مقاعد حزب الليكود إلى 32 مقعدا على حساب حزب يهدوت التوراة الذي تراجع إلى 7 مقاعد. الآن أرحب هنا معي في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية أستاذ شكيب شنا. مرحبا بك أستاذ شكيب. ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا أدهم حبيب الله. مرحبا أدهم، اسمح لي أن أبدأ معك. أدهم، ماذا يمكن بداية أن تحدثنا عما يدور حولك في هذا اللقاء؟ نحن نتحدث طبعا عن اللقاء بين زعيمي حزب الليكود وكحول لبان مع الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين. نعم رنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس يعني وصلا إلى هنا عند الساعة 6 في مقر رئيس الدولة بالطبع من أجل الحديث على فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية وما حدث بين طواقم المفاوضات لتحالف كحول لبان وحزب الليكود. علما أن هذه هي الجلسة الثانية في غضون أيام، ورئيس الدولة الذي أصبح وبات لاعبا مركزيا في هذه المفاوضات يريد طبعا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بين الأطراف، ولذلك أعطى الفرصة حتى عند استلام النتائج اليوم بشكل رسمي من الحنان ملس رئيس لجنة الانتخابات. دعيني أشير إلى نقطة جدا هامة في هذا السياق. اليوم استلم رئيس الدولة النتائج الرسمية، وهذا يعني أن في هذه المرحلة تتاح له الفرصة التفكير حتى أسبوع، أي حتى يوم الأربعاء القادم، من أجل تكليف أحد الأشخاص بتشكيل الحكومة. ولكن هناك تساؤلات في هذه الليلة أو في هذه المرحلة عند الساعة 8 عندما يكون هناك المؤتمر الصحفي في حال فشلت المفاوضات، وهذا طبعا معلومات أولية أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين. هل سيقوم رئيس الدولة نعم. هذه بالفعل أدهم أريد أن أسألك يعني أنباء حول تكليف ربما نتنياهو. الأنباء تشير إلى تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، ربما هذا ما سيعلن عليه اليوم. أريد أن أسألك يعني الأجواء والإشارات من عندك توحي ماذا توحي أنه يعني سيتم تكليف أيا يعني من المرشحين بتشكيل الحكومة الجديدة؟ وبرأيك أدهم، هل يعني نتنياهو هو بالفعل الأوفر حظا؟
يعني بداية لا يوجد هناك حظوظ لكلا المرشحين في تشكيل الحكومة في المرحلة الأولى. هناك الصراع بين الأقطاب. بيني غانتس لا يريد طبعا التكلفة أو التكليف أو أن يبدأ بالمشاورات أولا، وكذلك الأمر بنيامين نتنياهو. قضية الفساد وأيضا المسألة القضائية التي تلاحق بنيامين نتنياهو هي العثرة الأولى. دعينا نضيف إلى ذلك هناك طلب من كحول لافان أو خط أحمر فيما يتعلق بقضية التناوب. كحول لافان يريد أن تكون في حال تم قضية التناوب أن يكون بيني غانتس رئيس الحكومة الأول، ومن ثم بنيامين نتنياهو لاستغلال الفرصة والوقت، وربما أيضا تكون هناك محاكمة لبنيامين نتنياهو، وهذا ما يتيح الفرصة. بالمقابل هناك أصوات داخل كحول لافان التي ترفض، نتحدث عن يائير لابيد الذي يرفض أن يكون بنيامين نتنياهو رئيسا شريكا في تلك الحكومة أو في حكومة التناوب، لذلك الطريق مزودة. وهناك تساؤلات، هل نحن في سيناريو أقرب لربما لانتخابات ثالثة وجولة ثالثة، أم سيقوم رئيس الدولة روفين ريفلين بإسناد المهمة على شخصية ثالثة؟ وهناك تساؤلات طبعا في هذا السياق حتى الآن. الطريق مزدود فيما يتعلق بنتائج الانتخابات التي أسرت عنها في الانتخابات الأخيرة، والأمور باتت معقدة. إذن نحن سننتظر معك التصريحات الساعة 8 في توقيت القدس في هذه المرحلة. أريد أن أشكرك مراسلنا أدهم حبيب الله. إذن أستاذ شكيب، هل بالفعل الطريق مسدود؟ طريق غير مسدود، ولكن إذا جمعنا 32 مع 33 النتيجة 65. يعني الحزبين الكبيرين يستطيعان تشكيل حكومة وحدة وطنية لولا التزام كل منه أو خوف كل منهما أن يتنازل عن شركائه الطبيعيين كما يسمونهم. وكما ذكر زميلنا أدهم، هنالك مشكلة في داخل حزب كحول لافان أن يائير لابيد على ما يبدو نتيجة الالتزام فيما بينه وبين إيفيت ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، يعلن أنه لا يريد أن لا يقبل أن يكون شريك بحكومة يرأسها نتنياهو. وهذا الأمر جعل الخطوة صعبة. الأهم من كل ذلك، رئيس الدولة استطاع أن يبدأ غدا في عملية المشاورات، إلا أنه استغل الأمور وبعد أن تأكد من رئيس لجنة الانتخابات أنه لن يكون هناك تغيير جدي في نتائج الانتخابات. لكن كما يبدو أو الشعور أنه يعني لا غانتس ولا نتنياهو يريدان بالفعل تشكيل أو محاولة تشكيل الحكومة. غانتس وبيبي يدركان كلاهما، غانتس لا يوجد لديه أي فرصة بتشكيل حكومة مقلصة. يعني لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن نرى إيفيت ليبرمان والعرب في إطار واحد. وقالها قبل أيام، يعني اعتبر القائمة المشتركة لبنيامين نتنياهو في المرحلة في هذه المرحلة لا يبدو وجود إمكانية، لأنه إيفيت ليبرمان يعلن أنه لا يريد ولا بأي شكل حكومة مقلصة ويريد حكومة وحدة وطنية بدون المتدينين. ويبقى السؤال الكبير، ماذا سيفعل عمير بيرتس؟ عمير بيرتس مع 6 مقاعد أعلن بشكل واضح أنه لن يتفاوض مع نتنياهو في هذه المرحلة، إلا أنه أضاف جملة أخرى وهي أساس التفكير: نحن لا نلغي حزب الليكود. يعني بكلمات أبسط في هذه المرحلة السيناريو يجلس مع الليكود، السيناريو على ما يبدو برئاسة نتنياهو بدون شك. السيناريو الذي سيكون الليلة، الرئيس الدولة على ما يبدو سيعطي التكليف لبنيامين نتنياهو. السؤال، هل سيعمل نتنياهو كل ما بوسعه وسيستغل الوقت الموجود لديه على الأقل شهر من أجل أن يحاول بشكل جدي إقامة حكومة نعم أم لا؟ كان في البداية حديث أنه سيعيد التكليف لرئيس الدولة بعد يومين، على ما يبدو احتراما لمكانة رئيس الدولة لن يقوم بذلك، لأنه يدرك فعلا أنه في هذه المرحلة لا توجد لديه حكومة. لا توجد لديه حكومة. ويبدو أستاذ شكيب أن السيناريو يعني الأكثر واقعيا في الآن في هذه الأيام هي انتخابات ثالثة. فعلا هذه واحدة من الإمكانيات. هناك 3 إمكانيات: إما حكومة وحدة وطنية، وإما حكومة برئاسة نتنياهو، وإما الذهاب إلى انتخابات.
وزير الداخلية درعي وهو إنسان مخضرم وصاحب خبرة طويلة. قال أن نتنياهو مستعد لحكومة تناوب. فيش حديث بعد، لا يوجد حديث رسمي يعني لم يقم يقولون. نعم. نحن نريد حكومة وحدة وطنية ومن خلف الكواليس يتحدثون من هو الأول. بما معناه يستشف من ذلك إمكانية وجود اتفاقية أو إمكانية تناوب، ولكن الحقيقة ليست كذلك. في هنالك أصوات في اليمين الإسرائيلي تهدد نتنياهو بعدم خيانة التزامه للبلوك 55. ليس فقط هذا ما يهدد نتنياهو أستاذ الشكيب، بعد أسبوع من اليوم نتنياهو سيكون يعني الأسبوع النائب العام المستشار للقانون للحكومة سيستمع لنتنياهو قبل أن يقرر توجيه لائحة الاتهام، خاصة وأن المحامية المرافقة لقضية التحقيق ستصبح غدا على ما يبدو نائبة المستشار القضائي وترتفع مكانتها. هذا الخطر الأكبر الذي يحوم حول نتنياهو هذا حقيقة. هذا ما يهم نتنياهو، وهذا ما يجعل نتنياهو يريد أن يذهب في الثاني أو الثالث من أكتوبر إلى الاستجواب، وهو لا يزال يحمل الأمل في كونه رئيسا للحكومة. الخبير في الشؤون الإسرائيلية السياسية الأستاذ شكيب شنان، شكرا جزيلا لك. أصيبت إسرائيلية بجروح طفيفة اليوم بعد أن طعنها فلسطينية بلغ 14 عاما في مفترق شيلات بالضفة الغربية، واعتقلت القوات الإسرائيلية الفتى الذي حاول الهروب باتجاه إحدى البلدات الفلسطينية. وتقع منطقة شيلات على شارع يمر بأراضي الضفة ويصل القدس بتل أبيب. في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون من مغبة تقليص خدمات الأونروا، مطالبا الدول المانحة زيادة تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين. وحذر عون من تداعيات صفقة القرن على استقرار لبنان الذي يستضيف لاجئين فلسطينيين. كما وندد الرئيس اللبناني بالخروقات الإسرائيلية المستمرة للقرار 1701 قائلا إن لبنان لديه الحق في الدفاع عن النفس، وأوضح أن لبنان وبالتعاون مع سوريا يعملان على إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلاده. وفي سياق متصل أنبه من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا. إن أزمة الشرق الأوسط المتمادية منذ عقود تزداد تعقيدا، لأن كل مقاربات الحلول وكل الممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة. فتهويد القدس والسياسة الاستيطانية الممنهجة والتشريعات المخالفة لحقوق الإنسان والاعتراف بضم أراض تم احتلالها بالقوة كما حصل بالنسبة لمرتفعات الجولان، والوعود الانتخابية بضم أراض جديدة مع ما يرشح عن صفقة القرن من إزالة حدود بعض الدول وضرب وحدة أراضيها، إلى تصفية القضية الفلسطينية وإبقاء الفلسطينيين حيثهم، والضرر الذي سيلحق بلبنان جراء ذلك كونه يضم قسما كبيرا من اللاجئين. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني دول المنطقة إلى الانضمام لتحالف الأمن لتأمين الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، منددا بتواجد القوات الأمريكية في المنطقة. وقال روحاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران ستفتح باب التفاوض مع واشنطن في حال أوقفت الأخيرة عقوباتها ضد بلاده، منتقدا تملص الدول الأوروبية من التزاماتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي. إن أمريكا ها هنا وليست في الشرق الأوسط. أمريكا ليست وكيلة أي شعب وكفيلة أي دولة. لا تعطي أي حكومة الوكالة لحكومة أخرى أو تعطي كفالتها لآخر.
اليوم إذ وصلت شرارة النار المستعرة في اليمن إلى الحجاز، يجب البحث عمن أشعل هذه النار وإنزال يجب البحث عمن أشعل هذه النار وليس بث التهم والضغائن ضد الأبرياء. إن أمن السعودية يتحقق من خلال إنهاء العدوان على اليمن وليس باستدعاء الأجانب. نحن مستعدون ومن أجل إرساء السلام أن نوظف كل قدراتنا الوطنية ومكانتنا الإقليمية وقوتنا الدولية. إن الطريق نحو تحقيق السلام في جزيرة العرب والأمن في الخليج الفارسي والاستقرار في الشرق الأوسط يجب البحث عنه داخل الشرق الأوسط وليس خارجه. فقضايا المنطقة أكبر من أن تتمكن أمريكا منها. ولأن أرحب بالأستاذ في العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس دكتور مئير مصري، مرحبا بك دكتور مئير. وكذلك أرحب بمفادنا في نيويورك سهيل الشاعر، مرحبا بك سهيل. يعني أهم ما جاء بداية سهيل في خطاب روحاني، وهل بعد هذا الخطاب تزداد برأيك فرص عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي؟ أهم النقاط التي جاءت في هذا اللقاء هي تأكيده عدم إجراء أي حوار مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات، وبذلك تتضح الصورة أن المسافة بين الجانبين أصبحت بعيدة جدا. الجانب الإيراني يصر على رفع العقوبات قبل الحوار، والأمريكيون يقولون إن إذا كان سيتم أي حوار فإن هذا الحوار سوف يكون بلا أي شروط مسبقة، وبالتالي فأصبح من المستبعد جدا إجراء هذا اللقاء حاليا في ظل الظروف الحالية. يعني صعب جدا يعني لهذا اللقاء، لكن في سياق الأزمة يعني بين ترامب ومجلس النواب، هناك من يقول يعني إن ترامب سيسعى للقاء روحاني لسان الأنظار عن تورطه في الفضيحة الجديدة الآن مع أوكرانيا، وهذه المرة مع الرئيس يعني الأوكراني زيلينسكي، وطلبه بمعلومات حول نجل منافسه جو بايدن. يعني هذا يعني هنالك عاصفة سياسية كبيرة حول هذا الخبر. برأيك ترامب لن يستغل اللقاء لثني الأنظار عن هذه الفضيحة؟ كان هذا أمرا واردا، ولكن النقطة هنا اشتراط الإيرانيين رفع العقوبات. الإيرانيون يرفضون أي لقاء قبل رفع العقوبات. يعني من جانب الأمريكي، الأمريكيون كانوا يعني حتى قبل يعني بروز هذه الأزمة كانوا منفتحين على عقد لقاء غير مشروط مع إيران، ولكن اشتراط الإيرانيين لرفع العقوبات مسبقا يجعل هذا اللقاء صعب جدا للتحقيق. نعم، مفادنا إلى نيويورك سهيل الشاعر، شكرا لك. أستاذ مئير، يعني استمعنا لخطاب روحاني وكذلك ميشيل عون، يعني كان خطابا، إذا تحدثت عن خطاب روحاني يعني كان خطابا مهادنا، لكنه يعني حمل الموقف الإيراني ذاته الرافض للحوار قبل رفع العقوبات المفروضة على طهران. لا، أنا حقيقة أعتقد بالعكس، أنا أعتقد أن هذا الحوار كان الخطاب كان متقدم، لأنه قبل يقبل مبدأ المفاوضات التفاوض على اتفاق فيينا للعام 2015، وطبعا هو يريد أن يكون هناك تعليق للعقوبات. وسمعنا أيضا من متحدث رسمي إيراني اليوم استخدم لفظ مختلف، هو لفظ تخفيف العقوبات. إذا أنا أعتقد بأنه بدأت المفاوضات فعليا بهذا الخطاب، وهذا هو الجديد في هذا الخطاب حقيقة. للأسف طبعا الشديد
هناك تناقضات كبيرة في الموقف الإيراني حتى الآن، العدوانية تجاه دول الجوار كما ذكرت وكما ذكروا ضيوف آخرين، فكرة أيضا التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وهو هناك خروقات عديدة من قبل إيران لميثاق الأمم المتحدة. هناك 4 نقاط على سبيل المثال: التهديد بتدمير دولة عضو بالأمم المتحدة بشكل دوري ألا وهي إسرائيل، دعم حزب الله، ونعرف أن حزب الله منظمة غير شرعية من قبل الأمم المتحدة، لأن هناك قرارات للأمم المتحدة 3 قرارات تدعو إلى حل ميليشيا حزب الله، وهي القرار 1559 لعام 2004، القرار 1680، وأيضا القرار 1701 للعام 2006 اللي بيؤكد على القرار الأول. وبالتالي هذا أيضا دعم حزب الله علنا وسياسيا وماليا وعسكريا. إيران ترسل أسلحة وصواريخ لمنظمة غير شرعية بموجب منظمة الأمم المتحدة. أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي تنتهكه إيران يوميا، وهناك ميثاق الأمم، التقرير أمنيستي انترناشنال للعام 2018 العام الفائت اللي يتحدث عن بتر الأطراف داخل السجون الإيرانية للسجناء السياسيين، وأخيرا ميثاق الحقوق الاجتماعية أيضا الذي لا تحترمه إيران على الإطلاق. وبالتالي هناك تناقضات كبيرة بين ما يدعيه الرئيس الإيراني وما يفعل على أرض الواقع. ولكن الشيء اللي ممكن نقول أنه هو جديد، وأنا أعتبره شيء إيجابي، دعنا نقول الوحيد في هذا الخطاب، هو لب الخطاب، وهو مسألة الاستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات، عدم القول بأنه لا الولايات إلى هذا الاتفاق هو سائر لأن الولايات المتحدة قد وقعت عليه، ولكن القبول بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى لمراجعة الخطاب. وأنا أذكر هنا بشيء معين، هو أنه قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق لم تكن هناك عقوبات، وهي قالت نحن لن نفرض عقوبات على إيران لو عادت إيران إلى طاولة المفاوضات، والإيرانيون قد رفضوا والسيد روحاني قد رفض، وبسبب رفضه تمت هذه العقوبات. وبالتالي أعتقد أن الموقف الإيراني يعني نقول هو متقدم نوعا ما، ويبشر بالعودة إلى طاولة المفاوضات وبالتالي لاستبعاد الخيار العسكري. طب في إسرائيل هناك قلق دكتور مئير يعني من الوساطة الفرنسية، برأيك يعني ستنجح هذه الوساطة وستقود في نهاية المطاف إلى لقاء قمة بين الرئيسين روحاني وترامب؟ هو حقيقي حقيقة ما يقلق إسرائيل هو يختلف عما يقلق الولايات المتحدة وعما يقلق المجتمع الدولي، لأن نحن نعرف أنه هناك التهديد الإيراني هو ثلاثي، هناك الملف النووي ويعالج هذا الملف اتفاق فيينا والمفاوضات اللي سوف تبدأ على ما أعتقد في الأشهر القادمة لتعديل هذا الاتفاق، وهناك الشق الثاني وهو مسألة الضلع الثاني في المثلث، وهو الملف الباليستي، الصواريخ بعيدة المدى التي تهدد طبعا بالأول إسرائيل وأيضا المملكة السعودية والدول المنطقة بشكل عام، والمسألة الثالثة هي مسألة التوغل الإيراني في دول المنطقة. وطبعا هذا الوضع هو يزعج إسرائيل بالدرجة الأولى، وهو بل هو يعني يعد هو التهديد الأول لو قارناه بالتهديدين الآخرين، لأنه يمس إسرائيل يوميا وبشكل حاد للغاية. فأنا أعتقد أنه إسرائيل في موقعها لا يمكن إلا أن تضغط وتبذل كل الجهود حتى يكون هناك ضغط على النظام الإيراني. طب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس دكتور مير مصلي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أشادت السعودية اليوم بما وصفته إجماعا متزايدا على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر. وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم هي أسلحة إيرانية، مؤكدا أن بلاده تتشاور مع حلفائها. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين أن اللجنة الدستورية السورية ستكون برئاسة 2 من الأعضاء، أحدهما يمثل الحكومة والآخر يمثل المعارضة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور بالرغم من كل العراقيل التي فرضتها الأطراف الأخرى
الداعمة للإرهاب. من جهتهم أعرب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة نقل نفط من إيران عن علم في انتهاك للحظر الأمريكي على هذا البلد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وفي خطابه في نيويورك أوضح بومبيو أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشديد العقوبات إذا استمر بما وصفه سلوك إيران التهديدي. فاصل قصير ونتابع من بعده. اعتقال أكثر من 1000 شخص إثر تظاهرات الأسبوع الماضي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تطالب برحيله. الجبهة الثورية السودانية قررت إرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة. الرئيس الروسي أعلن أن بلاده تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة. نحو 45 فندقا في تونس تأثرت من انهيار شركة توماس كوك البريطانية.